كان بيشتغل بتجارة الخضرة وبروح بيجيب من الأغوار، بيجيب بطيخ، بتاجر بالبطيخ. فوصل لمنطقة الأغوار، ومنطقة الأغوار حمل حمله وشوب، لما شوب وقف أنا عند القناة ونزل بده يغسل من الشوب، فزحلقت رجله ونزل بالمية، نزل بالمية مية القناة وأخذت المية. أنا بناشد الجهات المعنية في منطقة الأغوار إنهم يحموا هذه القناة، لأنه صار الكثير من أبناء الأردن اللي وقعوا بالقناة وراحوا وما حد مكترث للإشي اللي بصير. أنا بناشد كل الجهات المعنية إنهم يتخذوا قرار ويتخذوا حماية للقناة بحيث ما يصلها لا شباب ولا أطفال ولا غيره. بدنا سياج، بدنا سياج ليها، نحمي الأجيال القادمة، نحمي الشباب، نحمي أطفالنا. هذه الجهات المعنية هي المعنية إنها تحمي أطفالنا.